كمدرب تما اشتغلت مع تقريبا مع الاعلاميين كلهم في الام بي سي اللي كيقدموا صباح الخير العرب، سعوديات كمغربيات كهند بومشمار، مريم سعيد صديقة عزيزة علينا، شادة حسون، هادو كلهم اشتغلت معهم في نفس الوقت، يعني عطاوني يد المساعدة في الأول ديالي باش نقدر نكبر الشركة ديالي. بالنسبة لي أنا حيت مروا على يدي الشباب ديال الجنيد ديال الإماراتيين، هو واحد هو بحال اللي الجنيد بالنسبة لي أنا واحد التربية أخرى يتربوا عليها الشباب ديال المسؤولية، اللي الإنسان اللي ما تصادفش مع المسؤولية في دارهم في الجنيدة يعرف شنو هي المسؤولية، يعرف شنو هي يعني كيفاش يتعامل مع الأشياء اللي يعيشها في الحياة ديالو اليومية. إذا دم طواجن شو نقول لك، المشكل اللي كاين دابا هنا ديال الجسم هنايا، ديما الجسم ولا الوزن عنده علاقه بالرياضه، هو واحد 80% عنده علاقه بالنظام الغذائي اللي كتبعو لا البنت لا الدري، ولكن ملي كتشوف في المغرب الصباح كيف يقنادم على الخبز وعلى الطاجين داكشي صعيب يحافظ على نفسه. نقول لهم انهم يحاولوا يعرفوا شنو هو التغذية الصحية، ما مشيوش للدايت وما مشيوش للريجيم، يعرف شنو الإنسان شنو هي السعرات الحرارية، شنو هي البروتينات، شنو هي الكربوهيدرات. إلا فهم الإنسان هادشي يقدر يتحكم في الوزن ديالو، وهاديك الساعة يتحكم في الوزن ديالو يمكن له يضبط الشكل ديالو في الرياضة. يعني قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.